اختتم النقاش في ملف المعروف بالمرحوم بدر وحجز الملف للمداولة ليومه. ننتظر منطوق الحكم بكل صبر وبكل شوق، ونتمنى أن يكون فيه العزاء لجميع من تتبع هذا الملف ولكل من تعاطف منه، وأملنا كبير أن المحكمة ستنصف الضحايا في هذا الملف وستعمل على إحقاق الحق، ونلتقي بعد الحكم لنتدارس ولنتكلم حول العقوبة إن شاء الله. شكرا أستاذ. آخر يوم الحلقة الأخيرة من الملف اللي عرف كثير من الضغط. أولا أنا أسميها الجلسة لا أسميها الحلقة، لأن المحكمة لا تدير حلقات وإنما تدير جلسات، وبالتالي على أنه كانت آخر جلسة حيث اختتمت المناقشات وأعطيت الكلمة الأخيرة للمتهمين وحجز الملف للمداولة، وسيكون النطق بالحكم اليوم ولنا لقاء بعد الحكم لكل غاية مفيدة. أشكركم والسلام عليكم. الطرف القانوني يا أستاذ يوم بينكم وبين الأستاذ لكطرف هذا رأيكم تشكرون عليه، وأنني كسائر البشر قد أصيب وقد أخطئ، أتمنى أن أكون قد أصبت وأنني راعيت الأمانة وأنني عوض ما ينتظره ذوي الضحايا مني، فلكذلك أمل أن يجازيني الله على صدق أدائي الأمانة، لأن الله كان علينا وعلى الجميع رقيبا يجب أن نستحضره في عملنا. شكرا لكم وإلى اللقاء قريب.